صباح الخير مشاهدينا متابعي قناة الفرات الفضائية متابعي برنامج الشؤون. صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات ضمن مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل السادة مدراء أمن الأفراد في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام أمن الأفراد اللواء حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. إن شاء الله بعد الفاصل ستكون أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة. إلى الفاصل. عودة مرة أخرى مشاهدينا متابعي قناة الفرات الفضائية متابعي برنامج الشؤون. حاليا أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة وكذلك الباركود الخاص بصفحة الفرات ضمن مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الإخوان اللي يتصلون بنا وصعوبة أنه يحصلون البرنامج أو يحصلون الاتصال بإمكانهم مراسلتنا عبر صفحة الفرات وضمن التعليقات وتكون التعليق شامل للقضية حتى من نقرأ ونعرف شنو الإجراء والنادي على الجهة المعنية ونتواصل معها لغرض إسعاف الطلب أو الشكوى أو المقترح. نأخذ أول اتصال لحلقتنا لهذا اليوم. أرشون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني زوجي متوفي 2019. اسم زوجك؟ فراس علي محمد. فراس علي محمد وين كان يعمل؟ حماية المنشآت. وين حماية المنشآت؟ بالنس اسمه وين؟ بالبلديات. يعني شرطة بغداد الرصافة. اي بس عندي كتاب مال التأمين على الحياة. نعم. يعني ما تصرف شو وقت تصرفوا لي اياه؟ يعني انتم كملتوا كل اجراءاته وحقوقه؟ اي بس بقى هالكتاب مال التأمين على الحياة. بس كتاب تأمين الحياة. ما تصرفوا لي اياه. يعني انت راجعتي مقر قيادة شرطة بغداد الرصافة المنشآت؟ شلون؟ راجعتي المنشآت؟ اي راجعت، قالوا بعد هذا المتوقف، يعني من زمان راجعت. قالوا التأمين على الحياة متوقف. راح نستفسر. راح نستفسر. اي والله يا ريت تستفسر. الله يرحمك. راح كان مشترك الله يرحمه. اي مشترك، كان مشترك وهاي عندي الكتاب موجود. اسمعي النداء اختي الكريمه، اسمعي النداء. اي والله الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. برنامج الو شؤون للسيطره. برنامج الو شؤون، صباح الخير على حضرتك سيد عقيل سيف وعلى جميع اسادة قناه الفرات الفضائيه. تفضل سيد عمر. أشكرك أخي العزيز مقدم حيدر، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. من خلالك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصلة زوجة المنتسب المتوفي فراس علي محمد. تخبرنا أنه منسوب شرطة بغداد الرصافة حماية المنشآت، استلمت كل حقوقه الخاصة بالاستشهاد فقط التأمين على الحياة. شنو اخر اجراء فيما يخص صرف مستحقات التامين على الحياه؟ بارك الله بيك. نعم سيدي، بارك في جميع الامور. معاون مدير قسم من افراد الرصافه جل سيدي. الو معاون مدير امن افراد الرصافه، على مسمع من نداء زوجة المتوفي فراس علي محمد وسيتم تسليط المعلومات والاجابه ضمن وقت البرنامج. المعلومات تفضل. نعم سيدي بارك الله فيك، برنامج الشؤون تفضل
أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء الأخ العقيد قصي المحترم بخصوص الإجابة، ننتظر الإجابة إن شاء الله ضمن وقت برنامجنا. كذلك إذا أكو إجابات بصحبة السادة مدراء الأقسام في بغداد والمحافظات إجابتنا ضمن وقت البرنامج، بارك الله بك. نعم إذا نعم سيدي واضح. نعم إذا الزوجة معاول مدير أمن أفراد مبنى الوزارة سيدي. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. العميد عقيل معاون مدير أمن أفراد مبنى الوزارة تفضل سيدي بخصوص إجابات الحلقة السابقة. إذا لحين تأمين النداء زميلنا المخرج ناخذ اتصال ومن ثم النداء ناخذ اتصال. ألو شون؟ ألو ألو تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك سيدي شيخ خوارج؟ أهلا وسهلا ومرحبا. ميدان المواطن أحمد عبد السلام. أحمد عبد السلام شنو؟ أنا من نينوى. أحمد عبد السلام بعد عبد السلام؟ أحمد. أحمد من نينوى، أهلا وسهلا بيك. نعم. وكل أهالي نينوى. تابعت يوم صارت عندنا مشكلة هناي. معاون مدير شؤون مبنى الوزارة. نعم سيدي بعد النداء بعد الاتصال. أحمد تفضل. نعم. نعم سيدي، سيدي قبل أربع يعني تقريبا صار ست أيام عندنا مشكلة. المشكلة نعم. صارت في عمامي، عمامي عندهم واحد عقيد يعني عقيد. بدون الشرق. ما تذكر أسماء. نعم سيدي. نعم. محافظة نينوى. نعم. رحنا نشتكي، راحوا يشتكون خالي وولد اثنين على اشخاص اللي اعتدوا على الزوجه وضربوها. زين. ذولاك عندهم عقيد، نفس اللحظه اتفق مع الضباط خلوهم جوا لحد هاي اللحظه لا يطلعون ولا يقبلون يشكونهم، والمراه مضروبه. عندك يعني احد متوقف انت؟ هي متوقفين ثلاثه وقفوهم، هم اللي راحوا يشتكونهم ما وقفوهم. زين توقفوا بقرار قاضي لو توقفوا شلون؟ نعم سيدي. بقرار قاضي؟ لا بشي من المركز، بعدين جاوهم قرار قاضي، هم راحوا يشتكون على المركز قبل وقفوهم. اذا قرار قاضي فاكيد معروضين بطريقه اصوليه وسياقات. اي قرار قاضي راحوا يشتكون يقدمون دعوه. نعم يمكن الاخ سابقهم بتقديم الشكوى، ما يمنع انه تكون شكوى متقابله ودعوه متقابله، شنو المشكله؟ بس نفس اللحظه خلوهم ثلاثتهم جوا. باي مركز؟ باي مركز شرطه دعوتك؟ محافظه نينوى. اعرف. قضاء مخمور. اسم المركز؟ المركز مال ناحيه مال قراج. قراج؟ اي نعم ما حد القراج. قراج. اسم صاحب الشكوى اللي حاليا بالتوقيف؟ هيثم احمد ياسين. هيثم احمد ياسين هو ولد اثنين. نعم مع اولاده. بس سيدي ركز وياي بس لحظه، اللي مشتكين عليهم ضابط يعني عقيد بالشرطه هناك، هو ايده واصله. يعني هو يداوم نفس القضاء قصدك؟ ايه اللي مشتكين عليهم هو يعني ضابط عقيد يعني. راح نتاكد بعد. راح نتاكد اخي الكريم من ادعائك، واذا تحب توجه هسه المقر شؤون نينوى. نعم سيدي ما عندنا حد بعد، من يروح؟ انا جاي انت جنابك بالسجن. انت جنابك بالسجن؟ نعم بالسجن جاي اخابرك. باي سجن؟ جاي اخابرك من احد السجون. يعني ضمن التسفيرات سجون. نعم وزاره العدل، وزاره الداخليه، وين؟ داخل السجن جاي اخابرك اوصلك يعني شكوتي يعني. اخي انت ضمن تسفيرات يعني؟ تسفيرات وزارة. نعم ما اظن تسفيرات نينوى. تسفيرات نينوى. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. اشكرك اخي العزيزي، تفضل السيد معاون مدير امن افراد مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم بخصوص نداء السابق. نعم سيدي واضح، معاون مدير أمن أفراد مبنى الوزارة سيدي تفضل. معاون مدير أفراد الوزارة على مسمع النداء الأخ أمام تحية تحياتي للبرنامج. بخصوص السابقة السابق كامل. نداء غير واضح سيدي. اسمه ضمن مدير إدارة التطوع كبير نداء غير واضح. زميلنا الأخ في السيطرة، الإخوان في السيطرة، نداء غير واضح. مقدم حيدر تأمين النداء. إعادة النداء سيدي العزيز، نداء كان غير واضح. نعم سيدي واضح. سيطرة أخي الكريم، إعادة نداء السيد العميد، نداء كان غير واضح ومتقطع. معاون مدير أفراد الوزارة. نعم سيدي تفضل. العميد عقيل تفضل سيدي. تفضل سيدي. تفضل سيدي عميد عقيد تفضل. اخي عقيد سيف المحترم تحياتنا لك.
الله والى كادر البرنامج والى الاخوان المستمعين جميعا. شكرا سيدي العزيز. خصوصا المتصل ارشد عبد الساده تم تطبيق اسمه ضمن مديريه اداره التطوع وتبين انه تم اجتياز بالفحص الطبي ولم يتم ظهور اسمه ضمن القرعه. نعم. وايضا المتصل كرار شناوه تم تطبيق اسمه ضمن اداره التطوع وتبين عدم ظهور اي اوليات له في مديريه اداره التطوع. شكرا سيدي. معاون مدير مبنى الوزاره. شكرا سيدي. برنامج الشؤون تفضل سيدي. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. كذلك من خلالك نادينا السيد معاون مدير أمن أفراد نينوى العميد مدير معاون أمن أفراد نينوى بخصوص المتصل المواطن أحمد عبد السلام تدقيق شكوى ضمن قضاء مخمور من الموقوف هيثم أحمد ياسين مركز شرطة قراج، التأكد من ادعاء المواطن والتأكد من شكوى. بارك الله بك. نعم سيدي عميد معنا إذا كنت معنا عن نداء. نعم سيدي تومور. العميد معنا. معاون مدير أمن أفراد نينوى وجد. واضح سيطرة واضح. نعم سيدي عميد معنا تفضل. نعم سيدي حضرتك على مسمع. السلام عليكم عبد الشيخ. صباح الخير. عليكم السلام سيدي. صباح الخيرات مشاهدينا الكرام. حاليا متابعه مع مركز المخمور وتابع ناحيه قرات الى قضاء مخمور بخصوص المشتكي هيثم احمد ياسين، راح نتابع قضيته ونشعركم بالنداء. شكرا. شكرا سيدي بارك الله فيك. واضح برنامج الشؤون. اشكرك اخي الكريم على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. إذا الأخ الاتصال بينا راح يتم تدقيق شكواك ويتم متابعتها من قبل السيد العميد المحترم. ناخذ اتصال آخر. ألو شلون تفضل؟ ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي سيدي؟ شلون صحتك؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. طال عمرك سيدي. أنا بال 2018 2019 زارنا الفريق الموفق. المدير شرطة بابل، مدير شرطة المسيب. نعم السيد الوكيل لشؤون الشرطة سابقا. نعم المحترم سابقا. فكرمنا قدم سنتين وست اشهر للضباط. زين. احنا من مجموعة تقريبا 15 واحد ما ظهرت اسمعنا. يا بلي ايش صارت سهوة. المهم رجعوا سووا ملحق بالكتاب ورفعوا الاسماء من جديد. هم ما ظهرت اسمعنا احنا ثلاث. زين عندك رقم تاريخ كتاب موجه الى وكاله شؤون الشرطه؟ والله سيدي الا اروح للاداره طلعت. وانا سيدي العميد مالتي انا سائق مع العميد، العميد تكرم ست اشهر واني ما تكرمت. بالتالي اخي العزيز انت اكو اجراءات اذا يعني تحصل رقم وتاريخ الكتاب حتى النادي السيد مدير امن افراد وكاله شؤون الشرطه وبالتالي هو يعطينا اجابه مفصله بخصوص موضوعك اخي الكريم. سيدي بس خلنا اخدمك. نعم. أنا قبل العام أو هم اتصلت بيكم على هذا البرنامج وخابرتوا لي شؤون بابل، شؤون بابل ما سوى لي شكل مجلس موضوعك في وكالة شؤون الشرطة. هذا واحد الإجراءات اللي عدم درج اسمك إجراها واحد. أنت بعدين رفعت كتاب نتيجة المتابعة، رفع كتاب إلى وكالة شؤون الشرطة. إحنا نريد رقم تاريخ الكتاب. ما رفعوا كتاب سيدي. ما رفعوا كتاب. ليش ما رفعوا الكتاب؟ ما رفعوا كتابي. أنا أكمل لك على مود إحنا نريدك تختصر أخي الكريم. إيه سيدي ما رفعوا الكتاب مالتي وشكلوا مجلس حقيقي على المقدم وسام ومقدم بدون وسام ما تذكر اسماء اخي بدون ما تذكر اسماء. ايه شكل مجلس حقيقي وتعاقب عقوبه يمكن حجز سكنه وضاع الموضوع هذا كله. انه انا رجعت اتصلت عليكم العام خبرت لي شؤون بابل هم نفس الموضوع ما سووا لي شيء. سيدي بكيت من خلال برنامجكم. انت شو اسم جنابك؟ المفوض ياسر خضير عباس كاظم الجبر. ياسر خضير عباس كاظم الجبر. كاظم الجبر. توجه الى مقر امن افراد بابل. توجه. برنامج شؤون للسيطره. جيد سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز من خلالك نادينا السيد مدير امن الافراد في محافظه بابل العميد جبار المحترم. تسجيل اسم المنتسب ياس خضير عباس كاظم ضمن الاستعلامات واستقباله. برنامج الشؤون. نعم سيد تومر. نعم. انا مدير امن افراد محافظه بابل اجب.
تسرع من الداخل حق السيف. الله يبارك فيك ان شاء الله. احنا بانتظارك، خلي باشرنا تم تبلغ السلامات، تبلغ السلامات واحنا بانتظار. الله يبارك فيك. شكرا سيد العزيز. نعم سيد بارك الله فيك، شكرا للمتابعة برنامج الشؤون. تفضل سيدي. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. الأخ زميلنا المخرج أستاذ نورس حاليا ضمن التعليقات أنه بعض الإخوان يقولون ماكو صوت ضمن البث المباشر، متابعة الموضوع مع الإخوان المعنيين. نعم إذا أكو نداء سيطرة بخصوص النداء، يتفضل السيد المنادي. معاون مديرة من أفراد الوزارة سيدي تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. راح اعطي السيد تحياتي لك وسلامنا. الله يحفظك. انت تقول صفاء جليل، صفاء قليل، صفاء جميل. نعم. صفاء جميل، محطة سابقة. تم تغطيه اسمه ضمن المواد البشرية، وتم تبين عدم وجود اي وظيفة خصوص تقديم التعيين. صفاء جميل حسن. معاون مدير مبنى الوزارة، نعم سيد واضح. برنامج الشؤون تفضل سيدي. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. نعم إذا نرجع للاتصالات، ناخذ اتصال آخر. ألو شلون تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. أنا سعد عبد الله درويش من محافظة كركوك. سعد عبد الله درويش. اي من خابتك بالحلقه السابقه، قلت توجه يوم الاثنين لبغداد للشكاوى والمواطنين. وجيت جنابك وبلغنا الاخوان السيطره. جيت وما حد ما استقبلني سيدي، جيت للشكاوى والمواطنين قالوا اسمك ما موجود، جيت على مقر الشؤون قالوا اسمك ما موجود. لا 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 لا، انا حكيت ويا الاخوان بالسيطره ووجهناك ونادينا لك على الدائره المعنيه وتم تسجيل اسمك. خافت رايح الى دائره اخرى. لا هو دلاني هذا الولد حيدر العفو استاذ. نعم. دلاني قال لي روح على ذاك الباب، رحنا على ذاك الباب قال احنا ما نقدر ننادي لان اسمك مو يمنا. مدير شعبة امن افراد المرور. اسمع النداء، اسمع النداء بخصوص موضوعك، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون تفضل سيدي. اشكرك اخي، من خلالك تنادينا السيد مدير معاون مدير امن افراد مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم. فيما يخص موضوع المواطن اللي اتصل بينا بحلقه سابقه، حضر الى مقر المديريه ووجهناه الى مديريه الشكاوى المواطنين، خبرنا بنداء سابق السيد العميد انه تم تسجيل اسمه ضمن مديريه الشكاوى المواطنين. حاليا المواطن يخبرنا اجى من محافظه كركوك الى بغداد والى مقر المديريه وارسلناه الى الشكاوى، الشكاوى يبلغون انه اسمه ما مسجل ضمن الاستعلامات وما عنده موعد مراجعه. للتاكد من صحه ادعاء المواطن بارك الله فيك. برنامج الشؤون. نعم سيد الزمر، معاون مدير امن افراد مبنى الوزاره. سيدي سعد عبد الله درويش من محافظه كركوك. معاون مدير امن افراد الوزاره. على مقام ذلك المتصل سعد عبد الله، احنا اتصلنا بالاخ عميد محمد وكان بانتظاره ضمن مديريه الشكاوي. الاخ عميد محمد معاون مدير الشكاوي كان بانتظاره، لكن نقول الاخ نعم. نعم سيدك من نداك العفو انقطع النداء. العميد عقيل. نعم سيدي تفضل. سيدي نداءك انقطع، اذا امكن اعاده النداء. يعني ماني اللي افتهمته من النداء انه يمكن الاخ المواطن مراجع دائره اخرى. ما مراجع الدائره المعنيه. معاون مدير امن افراد الوزاره سيدي لطفا كرر النداء، النداء متقطع. اذا الاخ سعد درويش تابعنا من خلال الشاشه، ان شاء الله تسمع النداء بالتفصيل. ناخذ نداء للسيد معاون مدير امن افراد الوزاره. خلاص مثل نداء اعطي السيد المحترم والاخ المتصل. اخي الاسم موجود ضمن مديريه اداره الشكاوي وتم تبليغ عميد محمد معاون مدير الشكاوي بوجوده واسمه، واسمه كان موجود ضمن الاستعلامات وبامكانك تزويده برقم الهاتف ماله وانا اكون امن وصوله الى الاخ العميد. زميلنا المخرج زود الاخ المواطن برقم تليفوني الشخصي. شكرا حضرتك واضح. زود الاخ المواطن سعد عبد الله درويش برقم تليفوني الخاص حتى زوده برقم السيد مدير معاون مدير امن افراد مبنى الوزاره. نعم. برنامج جل الشؤون للسيطره. تفضل سيدي. اشكرك اخي العزيز، تفضل السيد مدير امن افراد المرور العقيد عامر المحترم. بخصوص المناشده بالحلقه السابقه العجلات المظلله اللي تدخل
من الدول إلى العراق ومن ثم إذا كان ترانزيت أو بقاء ضمن العراق. ألو مدير أمن أفراد المرور سيدي، تفضل باشر بالوقت الحاضر. نعم عقيد عامر تفضل. تفضل عقيد عامر. أخي أشكرك بخصوص شكوى المواطن ضمن الحلقة السابقة، حيث تكون إجراءات دخول المركبة عن طريق هيئة الجمارك، وحسب ابن الدخول للعجلة حيث يكون هناك دخول عجلات ترانزيت لمدة أسبوع، يسمح لها لمدة أسبوع لا يتم محاسبته على التضليل، وأيضا تكون هناك دخول عجلات حسب مدة الإقامة، أثناء مدة الإقامة المحددة لسائق العجلة، وبعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها يتم محاسبته وحجز المركبة حسب قانون المرور العراقي. إذا قام السائق بارتكاب أي مخالفة مرورية يتم فرض الغرامة عليه ودفعها فوريا. تفضل. نعم شكرا. شكرا على هذه الإجابة التفصيلية. نعم سيدي بارك الله فيك، واضح. برنامج الشؤون تفضل سيدي. أشكرك أخي على مسمع من نداء الأخ العقيد عامر المحترم، شكرا بارك الله بيك. إذن مناشدة كانت في الحلقة السابقة بخصوص العجلات اللي تحمل أرقام دولية، ده مثلا دولة الكويت، دبي أو ما شابه من هذه الأرقام، أكو تعليمات وقوانين نافذة من خلالها يتم محاسبة المخالف من عدمه. العجلة إذا كانت ترانزيت تدخل لمدة أسبوع مثل ما وضح السيد العقيد، ما تتحاسب إذا كانت هي مرورها ترانزيت. أما العجلة اللي تبقى أكثر من مدة أسبوع بالتالي تخضع لقوانين المرور النافذة في العراق. نأخذ اتصال آخر على الشؤون. ألو صباح الخير سيدي. صباح الخيرات والبركة تفضل. ربي يحفظك سيدي. سيدي وياك رئيس عرفاء عباس فاضل داود. رئيس عرفاء عباس فاضل داود. ربي يحفظك. نعم سيدي. سيدي أنا مسوي وين الدوام عباس؟ أنا شرطة حدود. شرطة حدود أي منطقة إلوها؟ منطقة السادسة لواء 19. تفضل. 19 تفضل. سيدي أنا مسوي نظام بديل سنة 2024 12/2. نعم. وصدر بي أمر وزير ووصل كتابي لوحدتي وسويت برادمة وكملت، وصديقي ذاك يداوم بالاتحادية الفرقة الأولى. زين. أيضا هم صدر بي أمر سيادة الوزير المحترم، واثنين صادر بنا أمر. وجايين عاني من كتاب الانفكاك، لا القائد ما لا يرضى يفكه ولا القائد ما لا يرضى يفكني. السيد قائد الحدود المحترم أخي العزيز، استعمل هذه الأساليب الكلام. نعم سيدي. أكو إجراءات، أكو تعليمات. بالوقت الحاضر إيقاف التنقلات حتى وإن كان صادر عندك أمر إداري، بالتالي السيد قائد حرس الحدود المحترم والسيد قائد الشرطة الاتحادية المحترم أكو ضوابط وتعليمات بهذه الخصوص يتم إنفاذها من خلال الإدارات التابعة لهذه الدوائر. إضافة إلى هذا الأمر الإداري، بما أنه صدر أمر إداري أنت انتظر باقي الإجراءات حسب التعليمات والبرقيات اللي تصدر لاحقا. التعليمات بالوقت الحالي نقل متوقف أخي الكريم. أني ممنون لك سيدي. أهلا وسهلا إلك. يا أهلا بك. طبعا بالتأكيد أنا من خلال الجولات اللي أجريناها مع السادة مدراء من الأفراد في المحافظات، أكثر جولاتنا كانت ضمن قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة قوات الحدود، تجولنا على كل الشريط الحدودي وكانت برفقتنا شاشة وكاميرا قناة الفرات الفضائية. اليوم الجولات اللي أجريناها كنا متقصدين أن نجريها في وقت متأخر من الليل. اليوم الحرس الحدود منتشرين على طول الخط الحدودي وثكنات مرتبة وأجهزة حديثة ومتطورة، حتى الاتصالات الأجهزة النقالة ضمن أبعد نقطة في قيادة قوات الحدود. كل هذه جهود وزارة الداخلية لتأمين الحدود وكذلك إشراف السيد قائد حرس الحدود المحترم على إنجاح ومعاونة الإخوان العاملين في قيادة قوات الحدود. اليوم من أجمل مقرات وزارة الداخلية هي مقرات قيادة قوات حرس الحدود. شكرا لكل العاملين في قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة قوات حرس الحدود، هؤلاء الأبطال المغاوير اللي دائما يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمة ويسهرون على أمن وسلامة مواطننا الكريم. شكرا لكل الأبطال في وزارة الداخلية. نأخذ اتصال آخر لشؤون. الو شلون تفضل؟ الو تفضل اخي الكريم. الله يحفظك سيد، يعني متصل وياك ابو محمد من كربلاء. نعم اسم جنابك كامل. نعم اسمك بخصوص ما يجوز ما قدرت اسمي سيد، يعني
انت منتسب؟ كسب بالشارع. انت منتسب جنابك؟ حكومي. انت منتسب؟ نعم سيدي. انت منتسب؟ لا مو منتسب سيدي، لا مو مواطن؟ مواطن عادي. ابو محمد؟ شو اسمك ابو محمد حتى نخاطبك يا اخي الكريم؟ الله يحفظك سيدي، شكوى تقدر انت من جناب احنا الشكوى نسمعها بدون ما تذكر اسماء، تفضل. نعم سيدي، يعني هاي ما اذكر اسماء انا سيدي، ما اذكر اسماء، هاي فؤاد السود والله العظيم، يعني اخي كاتب بالشارع امشي، الشكوى الاولى مضايقين بشكل يكسر عليه. منو مضايق؟ منو مضايق؟ لا عنده عقب، يحمل لوحه مروريه، ما اعرف منو هذا، عنده ما اعرف دوله ما اعرف. الكربلاء سيدي. يعني انت ستدعي قانونا، انت تدعي جنابك. سيد انا صاحب سياره امشي بالشارع جاي اشوف يضايقوني. شو شوف؟ سياره بدون لوحات؟ نعم سيد ما يحمل. عندك توثيق لهذه العجلات مصور لنا اياهم فيديو؟ سيد اصور كافي دواء ودكاء على دز لنا اياه، دز لنا اياه واحنا نكون بخدمتك ونتابع. الله يحفظك سيد. اهلا وسهلا. ولو زحمه نعم. عليك تفضل. ولو زحمه عليك اخذت من وقتك. تفضل تفضل. الرقم القادسيه ليش ما يتحول الا بالقادسيه؟ يعني ليش ما يتحول الا بالقادسيه؟ خوف كربلاء بغداد حاله حاله. اذا كان مشروع وطني اسمح لي اخي الكريم، اذا كان مشروع وطني يتحول بكل المحافظات. احسنت سيدي، اشكرك، جزاك الله اهلا وسهلا، وراح نتاكد لك من هذا الاجراء. برنامج لشؤون السيطره. برنامج لشؤون جي سيدي. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك تنادينا الاخ مدير شعبه امن افراد المرور العقيد عامر المحترم فيما يخص موضوع واستفسار المواطن ابو محمد من اهالي كربلاء بخصوص العجلات اللي تحمل رقم قادسيه، هل تحويلها حصرا ضمن محافظه الديوانيه ام بالامكان تحويلها اذا كانت مشروع وطني ضمن جميع المحافظات؟ بارك الله بك. نعم سيدي تامر وحتى للامر. نعم. انا مدير شعبه امن افراد المرور اجل سيدي. نعم عقيد عامر تفضل. مدير شعبة أمن أفراد المرور على مجمع النداء العقيد سيف المحترم، إذا كانت المركبة مشروع وطني تتحول ضمن أي موقع ضمن كافة محافظات العراق. شكرا. وخلاف ذلك يكون تسجيل وتحويل المركبة ضمن المحافظة نفسها. إذا كانت موازي، نعم صحيح. شكرا سيدي بارك الله بك، واضح. برنامج لشؤون، تفضل سيدي. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا أخي أبو محمد تأكد من معلوماتك، معلوماتك غير دقيقة. أنا حبيت أأكد لك إياها بنداء، ولا أنا الإجابة عندي. اليوم المشروع الوطني بإمكانك في أي مكان تحول عجلتك إذا كانت اللوحة مشروع وطني، أما إذا كانت اللوحة مشروع موازي فيجب ترويج معاملة التحويل إلى الوطني ضمن محافظة إصدار السنوية الرئيسية الأصلية. يعني إذا رقمها كان مثلا ديالة وموازي ألا في ديالة، كربلاء ألا في كربلاء، فهو هذا الإجراء أخي الكريم. أما الوطني في كل مكان وفي أي موقع تسجيل في أي محافظة بإمكانك أنه تحول مركبتك. ناخذ اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون السيد العقيد المحترم؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. والله أنا عندي شكوى على الشغلة، يعني احنا الشكوى يعني نسمعها من جنابك بدون ما تذكرنا اسماء المشكو منهم، بس اسم جنابك تعطينا اياه حتى نثبته. شباب. شو اسمك؟ اسم جنابك؟ 60 سنه 70 سنه. اسم جنابك؟ يقول لك انزل على الحاسب. اسم جنابك اخي الكريم؟ انزل على الحاسب. بس اسم جنابك؟ 60 سنه 70 سنه وانزل على الحاسب. زميلنا المخرج اذا تخليه يعني يسمعني. اخي العزيز. اخي العزيز تسمعني جنابك؟ اسمعك. اسم جنابك؟ حتى خاطبك. شو اسمك؟ ابو اثير. ايه تفضل ابو اثير، شنو طلبك؟ ذول الشباب اللي يوقفون بالسيطره، نعم، يعني 60 سنه عمره 70 سنه يقول له انزل على الحاسبه، لازم هو يعرف. هسه انا اذا اوقف بالسيطره اعرف المجرم ذاك وين او المخالف. شنو جنابك؟ رجل امن؟ لا كنت عسكري قبل. مو كنت عسكري؟ اخي العزيز خليني اوضح لك الصوره. خل اوضح لك السؤال. ادخلهم دورات. انت باي محافظه جنابك؟ باي محافظه؟ واسط. اخي الكريم اليوم اوامر القبض ما محدده بفئه عمريه. صحيح. اليوم امر قبض يمكن يصدر على شخص عمره 90 سنه. صحيح. صحيح، اكو دعاوى مدنيه، اكو دعاوى امنيه، اكو دعاوى قتل، دعاوى خطف، بس اسمح لي. بس اليوم احنا كرجال امن
هذا واجبنا. أنا أوقف بكل السيطرات وأتابع جميع صحيح. السيطرات وجولاتي موجودة ضمن المواقع الرسمية. أنا تحكي والقانون. اسمعني اسمعني بلا زحمة خليني أوضح لك الصورة. إحنا من يحولك من العجلة مالتك إلى الحاسب للتدقيق مو معناتها انتقص من جنابك أو عرض لك بالإهانة، بس اسمح لي خليني أوصل فكرتي. بالتالي هو يعمل لتأمين الشارع لك، هذا لأمانك حتى تتجول براحتك. اليوم أكو أسماء مطلوبة صحيح. كثيرة، فهو صحيح. من يشك بشخص ينزله. بالتالي صحيح. بالتالي هذه الإجراءات إحنا توجيهات الوزارة إنه من يطلب منك النزول من السيارة بأدب وباحترام وكذلك احترام حقوق الإنسان. بالتالي صحيح. أكو إهانة أو تجاوز على جنابك من نزلوك من عجلتك؟ لا 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 أنا إذا فقط ما نزلك للتدقيق. يعرفون يعني المفروض إنه يعرفون هذا الشيء. يعرف شنو هذا يعني مثلا أنا أتدوق بالسيطرة أقدر أعرف شنو هذا مجرم أو مو مجرم. لا ما تقدر تحدد أخي الكريم. ما أقدر أحدد. ما تقدر اسمح لي. ما تقدر. دورات إيش يتعلم؟ مداخلين دورات اسمح لي أخي الكريم بس أنت تعلمنا بس اسمعني اسمعني أنا أتقبل طرحك وبالتالي أنا وصلت لك الفكرة. اليوم أمر القبض ما محدد على فئة عمرية ومن حق رجل الأمن أي شخص يشك به ينزله على التفتيش وعلى تدقيق الأسماء. شكرا لك ولاتصالك. أهلا وسهلا وجنابك. اليوم بالتالي رجل الأمن مكلف بواجب، واجبه أنه في حال أنه يشك بعجلة معينة ينزل الراكبين لغرض التدقيق بكل أدب وبكل احترام. واليوم أغلب سيطراتنا تتعامل بإنسانية وباحترام عالي جدا مع المواطنين. جولاتنا كثيرة كذلك على السيطرات، ما في اليوم سيطرة نزلنا وسألنا المواطنين إذا ما أثنوا على جهود وزارة الداخلية في هذه السيطرات. بالتالي إذا أكو رجل كبير بالسن ينزل على التدقيق الأمني وصارت عندنا كثيرة أنه كبار بالسن ندقق يطلع اسمه مطلوب، بالتالي هذا ما يمنع أنه ندقق اسمه. شكرا لك أخي الكريم وشكرا لطرحك كذلك. نأخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي العزيز؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. أنا عندي شكوى ومتصل بك أكثر من 5 مرات. اسم جنابك؟ حازم هاشم. حازم هاشم شنو؟ مراد. شنو؟ حازم هاشم مراد. الاسم الثالث ماذا أسمع؟ مراد؟ هاشم مراد مراد. مراد. إحنا حازم انطيناك أكثر من إجابة ولي أكثر من مرة. السيد العزيز ماكو اي جواب، قالوا لي نتصل بيك رايد الشكوى صار لها سنه وشهرين. شنو كانت الشكوى؟ انت كان عندك موضوع عاده مو في وقتها؟ لا لا شكوى على فوش طوارئ ثاني. اللي رحت للسيد العميد مدير بغداد الكرخ؟ لا لا مال ذمة من العامه. بغداد الرصافه؟ نعم. شو وجهناك احنا في وقتها؟ مو طلبنا منك انه تتوجه للعميد؟ رحت؟ لا والله وليت تتكلم عليك ما رحت. اذا الخلل يب جنابك اخي الكريم، تقول لي اتصلت بيك 5 مرات، بالتالي احنا وجهناك لاكثر من مره نتذكر الموضوع. صحيح وقالوا نتصل بيك. اي جنابك ليش ما تراجع؟ يعني مثلا هي شغلتك ليش ما تراجع على متابعتها؟ بالموقف ما يطلبون السيد منو ما يفوتك اخي الكريم؟ احنا من وجهناك سجل اسمك فورا من خلال النداء، اسمك فورا يسجل ضمن الاستعلامات. والسيد العميد اكد لاكثر من مره ضمن برنامجنا قال لك توجه، حضورك مهم، ليش ما توجهت؟ والله بإكمال إجراءات الشكوى. فتوجه أخي الكريم وراح نادي لك مرة أخرى لتسجيل رحمة اسمك. رحم الله والديك. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون تفضل سيدي. أشكرك أخي العزيز عن طريقك نادينا الأخ معاون مدير أمن أفراد بغداد الرصافة العقيد قصي المحترم فيما يخص موضوع المواطن حازم هاشم مراد، تسجيل اسمه واستقباله ضمن بغداد الرصافة. بارك الله بك. نعم سيدي بارك في الجميع تأمر. معاون مدير قسم من أفراد الرصافة شو سيدي؟ نعم نعم عقيد قصي تفضل. هلا معاون مدير قسم من أفراد الرصافة، على مسمع من اتصال المواطن حازم هاشم مراد وسيتم إدراج اسمه وسيتم بالانتظار المعلومات تفضل. نعم بارك الله بك سيدي. واضح برنامج الشؤون تفضل سيدي. اشكرك على مسمع من النداء، شكرا بارك الله بك. اذا الاخ حازم سمعت النداء العقيد قصي، سجل اسمك ضمن الاستعلامات وراح يكون بانتظارك اذا تتوجه هسه هو اسمك موجود او اي يوم تحب تحضر. ناخذ اتصال اخر. الو. الو. الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
الشؤون. الشؤون تفضل. سيد العزيز الله يساعدك. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك وياك يا المنتسب على حياه وحمود. على حياه وحمود، وين تداوم؟ على البصره. شرطه البصره؟ نعم نعم سيد. اهلا وسهلا بك وكل اهل البصره. الله يحفظك سيد العزيز. سؤالي اذا ما تصير زحمه، الاربع سنوات ونص مال القدم. اي قدم؟ اللي اجن بال 2020 و2021. زين، يعني مكرمه اربع سنوات ونص اكو هيك سيدي؟ ماكو ماكو اي قدم اربع سنوات. نعم سيدي. والسؤال الثاني بخصوص العقد، يحتسب خدمه فعليه اذا يعني حتى الان ما مسويين غبن، يعني العقد يعتبر خدمه فعليه؟ اي نعم سيدي. لا شلون يعتبر خدمه فعليه العقد؟ يعني احنا داومنا من 2008 لحد 2012 عقد، وبعدين كان امر اداري. العقد مالتك امر اداري من المحافظه؟ سيد عزيزي نعم، كان بعد الوكيل الاقدم عدنان الاسدي. انا راح اتاكد لك انه خدمه العقد هل تنضاف لاغراض التقاعد فقط ام لاغراض الترقيه والتقاعد؟ هو هذا السؤال. جزاك الله خير. اهلا وسهلا. برنامج الشؤون للسيطره. تفضل سيدي. اشكرك اخي الكريم، عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير امن افراد مقر الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل منسوب شرطه البصره على حياوي حمود، يخبرنا انه هو عنده خدمه عقد قبل التثبيت على ملاك الشرطه. هل بالامكان احتساب خدمه العقد لغرض الترقيه والتقاعد ام فقط لاغراض التقاعد؟ سلمت؟ برنامج الشؤون. نعم سيدي، نتائج جدا واضح. نعم. معاون مدير امن افراد الوزاره جب سيدي. نعم سيدي عميد عقيد تفضل. نعم، اذا اكو بين ما ينادينا السيد العميد المحترم. أنا معاون مدير امن افراد الوزاره جب سيدي. اكو تعليقات كثيره تخص مجموعه من الطلبه ضمن الجامعات الحكوميه. يعني اخواني الاعزاء، انا كان بدي انه اقدم لكم خدمه بس احنا ما معنيين بمتابعه هذا الموضوع، احنا فقط دوار وزاره الداخليه. سيدي نداء غير واضح، اذا امكن اعاده النداء. برنامجنا فقط خاص بوزاره الداخليه وتابع وزاره الداخليه، اما قضيه الجامعات فهذه مناشدات ان شاء الله. بخصوص المتصل علاء ان شاء الله نتصل بمدينه المتكد. الخير الموضوع. اذا برنامج الشؤون سيدي، لطفا تعقيبا على نداء السيد معاون مدير امن افراد الوزاره، تم تثبيت كافه المعلومات وراح يتم تدقيق المعلومات والاجابه عن من خلال البرنامج. اشكرك، بارك الله بك، على مسمع من جميع النداء. شكرا اخي العزيز. اذا اخ علاء راح يتم تدقيق موضوع احتساب الخدمه مع مديريه الموارد البشريه، وان شاء الله اذا اكو اجابه تفصيليه راح تسمعها من خلال وقت البرنامج. اما الاخوان اللي يناجدونا اللي من طلبه الجامعات الحكوميه، خلينا نقراها، احنا راح نقراها كمناشده كوننا غير معنيين بمتابعه هكذا قضايا فقط ضمن وزاره الداخليه وتابع وزاره الداخليه. يقول نحن طلبة الجامعات الحكومية المستمرين بالدراسة المسائية الأولى للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة، ومن مبدأ اهتمامكم وعطفكم لأبو يرجى التفضل الموافقة على مفاتحة الجهات ذات العلاقة بإصدار عدم ممانعة للدراسة المسائية الأولية كما كان معمول بها في السنين السابقة من قبل وزارة الداخلية مديرية التدريب والتأهيل. راجي متابعة أمرنا كوننا نريد عدم ممانعة فقط وتحقيق ما نطمح إليه، عفوكم لأبو. يعني أنت جنابك طالب في جامعة حكومية ومنتسب، حتى تكون الصورة واضحة، يعني تعليقك غير واضح. إذا أنت جنابك حاليا تدرس بعدم وبدون أخذ موافقات وزارة الداخلية، هذه شهادة ما راح تحتسب لك ضمن وزارة الداخلية، لأن إكمال الدراسة يجب أول شيء الحصول على موافقة الوزارة ومن ثم تباشر بإكمال الدراسة أخي الكريم. فخلي يكون اتصال او في التعليق تفصيلي انه انت منتسب من عدمه. ناخذ اتصال اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يعزك سيدي. سيدي قبل شويه اتصلت بي كان سعد عبد الله درويش. سعد عبد الله درويش خليك ويا الاخ المخرج راح يعطيك رقم تليفوني واسمك كان مثبت. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي جنابك اخي الكريم، انت جنابك رايح على دائره اخرى. اخذ رقم تليفوني من الاخ المخرج، اخذ رقم تليفوني من الاخ المخرج وتواصل وياي بعد البرنامج وان شاء الله نحل موضوعك وانا استقبلك. شكرا لك ولاتصالك. الاخ المخرج ثبت رقم تليفون الاخ المواطن. يعني مع الاسف هم قطع الاتصال. لا تقطع الاتصال اخي الكريم. يعني اذا امكن تتصل حتى وان كان بعد البرنامج، بعد نهايه البرنامج تتصل. او تدخل على التعليقات وترسل لي رقم تليفونك وانا اتصل بيك. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا قدمت على التقاعد هذه. اسم جنابك وين تداوم؟ مفوض حبيب علي سعد شفة اتحادية. حبيب؟ الفرقة الخامسة. ايوه حبيب علي سعد. حبيب علي سعد. سعد. شرطة اتحادية وين؟ الفرقة الخامسة لواء 17 فوج الأول. نعم تفضل. المعاملة مالتي وصل يقولون للقيادة التاريخ 23/3 تحالة على التقاعد؟ اي صحيح. زين تريد تعرف اخر اجراء؟ اي اخر اجراء وصل القيادة 23/3 يعني تريد احنا سجل تريد جنابك نعطيك اخر اجراء صار بحقك بخصوص معاملتك التقاعدية صحيح؟ اي صحيح اريد اخر اجراء. شو اسمع اسمع النداء اسمع النداء الدلة. برنامج على شؤون للسيطرة. اشكرك اخي العزيز عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون مدير امن الافراد في قياده قوات الشرطه الاتحاديه العميد محمد المحترم فيما يخص مناشده المنتسب حبيب علي سعد منسوب الشرطه الاتحاديه لواء 17 الفوج الاول يخبرنا انه معامله تقاعديه مرفوعه الى الاداره في الشرطه الاتحاديه بتاريخ 27/3/2024 اخر اجراء بحقه بارك الله بك. برنامج الشؤون. نعم سيدي تومر. نعم. انا مدير قسم من افراد الشرطه الاتحاديه جم سيدي. معاون مدير من افراد الشرطه. نعم سيدي عميد والد تفضل. اخي تحياتي اليك وللاخ عقيل سيف المحترم. تم تدوين المعلومات وراح يتم التدقيق مع اداره الشرطه الاتحاديه واشعاركم مع التقدير. شكرا سيدي العزيز. نعم. نعم سيطره اذا تم استلام الشكوى. الاخ حبيب علي سعد راح يتم تدقيق موقفك وان شاء الله نعطيك اخر اجراء. اشكرك اخي على مسمع من جميع النداءات ونداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. اذا هذه الاجابه كانت من السيد معاون مدير امن الافراد في الشرطه الاتحاديه العميد المحترم. ناخذ اتصال اخر. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيد العزيز العفو انقطع الاتصال ما عرفت ايش الاجابه بخصوص فتره العقد. احنا نادينا السيد معاون مدير امن افراد وراح يتواصل حاليا مع مديريه الموارد البشريه وراح نعطيك اجابه تفصيليه بهذا الصدد. اما ضمن وقت برنامجنا اليوم او ان شاء الله بالحلقه القادمه. ناخذ اتصال. الو شلون؟ الو؟ الو شلون تفضل؟ إذا بخصوص التعليقات نرجع لها. أغلب التعليقات هي نفس الشخص ده يكرر نفس التعليق. فاللي أنا قلت لك أخي الكريم بدل ما تعيد التعليق تطينا إنه أنت جنابك منتسب أم مواطن عادي. ناخذ اتصال. نفس التعليق يتكرر بدون ذكر الموضوع اللي طلبناه. تفضل أخي الكريم. مفوض كرار حياوي حنون. كرار حياوي حنون. حياوي حنون. وين الدوام جنابك؟ قيادة شرطة البصرة. شرطة البصرة اهلا وسهلا بيك وكل اهل البصرة. الاسبوع اللي قبله سيدي انا. اتصلت بينا على شنو؟ على مود كتاب مال نقل انا من دور الشهداء وبنتي معوقة قادة الوزير. نقل قلت لك النقل متوقف بالوقت الحالي، اكو استمارة خاصة لذوي الشهداء تمليها ضمن وحدتك. صادر بيها كتاب سيدي انا صادر بيها كتاب. صادر امر اداري بالنقل؟ اي صادر، فاتك كتير الامر الاداري. اللي بوكاله شؤون الشرطه بعدك ما منفك؟
جيد، يعني بعد ما وصل الى القياده واصل الى دائره البديل بس الك ما واصل صحيح؟ الى الدائره قصدي مع الاخرى المفكوك الها. نعم سيد. ذكرت موضوعك، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون، تفضل سيدي. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير أمن الأفراد في وكالة شؤون الشرطة العقيد ثابت المحترم. فيما يخص موضوع المتصل المنتسب من ذوي الشهداء كرار حياوي حنون منسوب شرطة البصرة، اتصل بنا بحلقة سابقة عند أمر إداري بالنقل، والأمر الإداري لحد الآن مواصل إلى قيادة شرطة البصرة. في وقتها تم تزويد السيد العقيد برقم وتاريخ الكتاب الخاص بكرار حياوي حنون. اخر اجراء بحقه بارك الله فيك بخصوص انفكاكه. نعم سيدي، بارك بالجميع تؤمر. مدير امن افراد وكاله الشرطه اجل سيدي. نعم سيدي عقيد ثابت تفضل. اخي الله يسعدك، وتحياتنا لك اخ مقدم حيدر، وتحياتنا للاخ المحترم العقيد سيف المحترم. فقط اذا امكن هو اتصل بالحلقه السابقه بس ما زودنا برقم وتاريخ الكتاب. نعم. يعني بدخل يزودنا برقم وتاريخ الكتاب على المتابع الياو ونجاوبك ضمن الحلقه والحلقه السابقه ان شاء الله. اخ كرار بعدك ويانا بالاتصال؟ نعم سيدي بارك الله فيك، شكرا حضرتك واضع برنامج الشؤون، تفضل سيدي. اشكرك اخي على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا يعني كرار رقم الكتاب مالته. برنامج الشؤون بخصوص رقم وتاريخ الكتاب 38257 في 22/5/2024 كرار حياوي حنون. سيدي جدا واضح. نعم. مدير من افراد الوكاله سيدي على مسمع. اخي واضح على مسمع، اشكرك، راح يتم اجابتكم خلال بدء البرنامج او الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله سيدي، شكرا. ناخذ اتصال اخير لحلقه اليوم، الو شلون تفضل. شكرا سيدي بارك الله فيك، برنامج السلام عليكم. اشكرك اخي على مسمع من النداءات جميعا، شكرا. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. رات المتصل سلام حسن عيال. شو اسمك؟ سلام حسن عيال. صلاح حسن؟ سلام سلام. سلام. حسن عيال. حسن عيال، تفضل اخي الكريم. سيدي احنا منتسبين واستلمنا هذا مسدس بابل. اشتريت مسدس بابل؟ نعم من الدولة. نعم، استلمته ولا اشتريت؟ لا استلمت، يعني اشتريته بفلوس، اشتريته مليون وربع. نعم اشتريناه من هيئه التصنيع الحربي. نعم ضمن الاجراءات اللي هي ضمن وحداتكم. نعم ضمن الاجراءات سيدي، هو بيه بس حيازه. نعم بيه بس حيازه، ما مو حيازه وحمل. نعم هي توجيهات، انت تعمل بالتوجيه يا اخي الكريم. بس احنا سوينا عن طريق النواب، سوينا حيازه وحمل. نعم لان احنا قدام شرطه حدود ولازم يعني مكاننا بعيد. زين واحنا منتسبين. انت منتسب شنو رتبتك؟ مفوض. مفوض. انا راح انادي بهذا الموضوع عن طريق النواب، جبنا حيازه كريم. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، احنا راح ننادي السيد مدير شؤون المدير امن افراد الحدود حتى هاي المناشده توصل للسيد قائد حرس الحدود المحترم، وبالتالي نعرض هذا الموضوع وان شاء الله لك حل. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون، تفضل سيدي. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير أمن الأفراد في قيادة قوات الحدود اللواء حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل سلام حسن عيال أحد منسوبي قيادة قوات الحدود، يخبرنا ضمن التعليمات الأخيرة بشراء السلاح من هيئة التصنيع الحربي، يخبرنا أنه الإجازات اللي صدرت لهم فقط حيازة وهو منتصر ضمن الحرس الحدود، يطلب انه يكون اصدار الهويه وحيازه وحمل لبعد المسافه ما بين وحده ومحل سكنه، اذا امكن عن طريق السيد اللواء المحترم عرض الموضوع امام انظار السيد قائد قوات الحدود المحترم. برنامج الشؤون. نعم سيدي النداء جدا واضح. نعم. انا ومدير امن افراد الحدود اجب سيدي. نعم سيدي اللواء حيدر تفضل. نعم. اذا بانتظار تأمين النداء مع قيادة قوات الحدود. الو مدير امن افراد الحدود. اذا لحين تأمين النداء الى هنا انتهت حلقتنا، ان شاء الله يكون الاجابة الخاصة بهذه المناشدة ضمن الحلقة القادمة لبرنامج الشؤون. الى لقاء وحلقة اخرى وبرنامج الشؤون، الى اللقاء.